بسم الله الجميل الذي يحب الجمال، خالق هذا الكون البديع كأجمل رسالة حب لمخلوقاته. دي الحلقة الثانية من سلسلة حلقات أحلام نجيب محفوظ، وإحنا بنحاول في الحلقات دي إن إحنا نيسر تذوق الجمال، جمال الأدبي لعظيم الأدب العربي أستاذ نجيب محفوظ. الحلم اللي أنا هتكلم عليه ده الحلم رقم 2، وهو يعني محتاج شوية تأمل. الحلم هكذا: دخلنا الشقة، الفتاة في المقدمة وأنا في إثرها، والبواب يتبعنا حاملا الحقيبة. الفتاة على صلة بي مؤكدة ولكنها غير محددة. تركنا ترتيب الأشياء ودلفت إلى الشرفة المطلة على البحر، سابحا في أفاقه غير المحدودة، منتعشا بهوائه الرطيب، منتشيا بهديره المتقطع. وإذا بصرخة تنطلق من الداخل، فهرعت نحوها فرأيت الفتاة منكمشة مذعورة والنار تشتعل في أعلى الباب. وقبل أن أفيق من الصدمة دخل رجل صلب الملامح كأنما قدت من صخر، وبإشارة من يده انطفأت النار وتحول ذاهبا وهو يقول: ربما انقطعت المياه بعض الوقت. وغمرني الارتياح فلم أبالي بشيء. غادرت الحجرة قاصدا سوبر ماركت لأبتاع بعض التموين المناسب، ولما رجعت وجدت باب الشقة مفتوحا والبواب واقفا، فدخلت إلى الحجرة قلقا، فوجدتها عارية إلا من بؤجة منتفخة بالملابس ملقاة على الأرض، وذراع بجمتي يتدلى من فتحة في رباطها، ولا أثر للفتاة. فسألت: ماذا جرى؟ فأجابني البواب: حضرتك أخطأت الطريق وهذه ليست شقتك. فأشرت إلى ذراع البجامة وقلت: هذه بجامتي. فقال الرجل بهدوء: يوجد من نوعها آلاف في الأسواق. وملت إلى الاعتقاد بالخطأ، متذكرا أنه توجد 3 عمارات متشابهة في صف واحد. وهبطت السلم بسرعة، وفي الطريق رأيت الفتاة في طرفه المفضي إلى ميدان مكتظ بالسيارات والبشر، فجريت نحوها حتى أدركها قبل أن تذوب في الزحام. ده الحلم رقم 2، وده اللي احنا نحاول نشير الى بعض حاجات فيه. الحلم واضح طبعا انه زي كل الاحلام يمكن ان يفهم على عدة مستويات ومن عدة زوايا، لكن انا هشاور على اشياء قليلة منها اللي بدأ بيه، الصلة بينه وبين الفتاة. الصلة بينه، هو بدأ برحلة مع الفتاة، والصلة بينه وبين الفتاة ايه؟ الصلة بينه وفتاة صلة مؤكدة لكنها غير محددة. خد بالك جدا من البداية دي، البداية دي مفتاح، مفتاح. وبعدين ما يرتبوش الحاجات، يعني اول ما وصلوا ما يرتبوش الحاجات، عدم ترتيب الاشياء. يبقى العلاقة اللي بينهم علاقة رغم انها مؤكدة لانها مش محددة والاشياء مش مترتبة. ده هذا الجو يعمل ما بعده، يؤدي الى ما بعده، يؤدي الى امكانية اشتعال النار. ما هو طالما الدنيا مش مترتبة والامور مش محددة يبقى ممكن الامور توصل الى ان النار تشتعل. النار طبعا رمز واضح جدا في العلاقات الانسانية. ثم احتمالية انقطاع المياه، الراجل الرمز ده اللي قد من صخر ده، واللي هو صحيح طفى النار من ناحية، الا انه اتكلم على فكرة انقطاع الماء من ناحية تانية.
طبعا ده برضو إشارة إلى إن الأوضاع عامة في أوضاع مش متظبطة على المستوى المجتمعي، على المستوى حتى الحكومة، يعني المية بتقطع. ثم الراوي هنا اهتم بإيه بقى؟ ما رتبش الحاجات، مش مهتم بالعلاقة اللي بينه وبين الفتاة بشكل صحيح، ولكنه مهتم بانه يجيب حاجات من السوبر ماركت. شوف استعمال كلمة السوبر ماركت عنده، استعمال يعني الحقيقة استعماله في اللغة مش انا لو قعدت اتكلم على لغة نجيب محفوظ دي حكاية طويلة. لكن فهو الراوي منشغل بالماديات ونازل يجيب التموين المناسب بتاع السوبر ماركت المادة، فهو ده الاهتمام. في اشارة للثلاث عمارات المتشابهة، هل دول الثلاث اديان الابراهيمية، مسيحية ويهودية واسلام، او يهودية ومسيحية واسلام مجرد وبعدين في مرحلة ما ان هو نزل ساب الشقة ونزل الشارع يجري ورا الفتاة على امل انه يلحقها. فكرة انه انت في اي مرحلة من مراحل حياتك ممكن تتوقف عشان تواصل السعي نحو هدفك. طبعا اللي انا بقوله ده مجرد اشارات ممكن يقولها هذا الحلم البديع، وطبعا هذا الحلم يحتوي على اشارات اكتر من كده بكتير، بس انا نفسي يعني ان احنا نتأمل مع بعض ونفكر مع بعض لعلنا نستمتع ونتعلم من ابداع استاذنا العظيم نجيب محفوظ. وهذا ما قدر الله لنا ان نقوله، والله أعلم.